لك أن تضحك لو كان الهدف من الحكم المتخذ من السلطة في حق المجلس الإسلامي العلمائي هو مصادرة النشاط الديني وتعطيل حركة الدين على الأرض في البحرين توصلاً للقضاء عليه، لأن هذا ضرب من ضروب الخيال وتفكير من تفكير الأطفال أو المجانين. عبثية طالت كل المقدسات ونالت بسخفها كل حرمة، طالت الأموال والدماء والأعراض والقرآن والمسجد والحسينية والموقع الرئيس لتبليغ دين الله سبحانه في هذا الوطن، ولم ترعى حقه ولم تعرف قيمة لأي مقدس. وأقول لكم إن غلق المجلس العلماء قرار قديم، ومنذ أن فرض على الأرض ولادته على خلاف إرادة السلطة التي أيقنت من وعيه وإيمانه وصدقه وإخلاصه لإسلامه ووطنه أنه لا يوافق سياسته. هذا القرار قديم، وقد اختير لإعلانه هذا التوقيت الخاص محاولة لقطع الطريق على دعوة حوار قد تفضي بمقتضى نوع الظروف القائمة إلى إصلاح مطلوب لسلامة الوطن. ولا شأن لنا بتجويز دساتير الأرض كل الأرض ومنعها لدين الله بعد تلقي الأمر الإلهي به، وما يدفع إلى امتثاله من منطق العقل وهدى الفطرة. ومتى احتاج دين الله إلى إذن أو إجازة من سلطات الأرض حتى تحتاج إلى ذلك شرعية مؤسسة من مؤسساته وعملية تبليغه والدعوة إليه والتبصير بمفاهيمه ورؤاه ومقتضياته والتربية للمجتمعات على أحكامه وأخلاقه والدفع في اتجاه التمسك به؟ ومتى اعتمدت الشعائر والواجبات الدينية في هذا البلد على الضوء الأخضر من السلطة وانتظرت إذنها أو توقفت لمنعها حتى تأتي المحاولة بعد المحاولة لفرض الهيمنة على الدين وتبعيته؟ للقرار السياسي وهو السياسة، وإنه للأمر الذي يأباه الوعي الديني لهذا الشعب وتمسكه بالعروة الوثقى لدينه. ويكفينا دين الله حجة ومرجعا ومستندا، ولن نحتاج للاحتجاج بقانون ولا دستور، وإن كان الدستور مع الحرية الدينية وحق التعبير عن الدين وممارسة شعائره. وواضح كل الوضوح أن قضية المجلس العلماء قضية دين وشعب، والنيل منه نيل من حقهما وحرمتهما، وأن الحكم المتخذ ضده حكم سياسي طائفي عدائي بغيض ترتكبه السلطة في سياق محاولات لا تنقطع لإحداث شرخ طائفي خطير في بناء هذا الشعب الكريم والامتحان غيرة المؤمنين وإفساد أي محاولة فيها شمة الاقتراب الأولي من قضية الإصلاح. البحرين وحدها هي التي لا زالت السلطة فيها تراهن على استعمال القوة لإسكات صوت الشعب، وتواصل الإفراط في استعمالها، وتمتنع من الإصلاح، وتعتمد لغة القمع والشدة. وهل تمتاز السلطة في البحرين عن كل السلطات الأخرى
وتمتلك ما لا يمتلك غيرها مما يسمح لها أن تشد في مسارها عن الجميع وتتنكر لقضية الإصلاح والتغيير ما شاءت وزين لها المزينون. والشعب هنا من أوعى الشعوب وأصبر الشعوب على المقاومة ومن أسخاها بدلاً وتضحية في سبيل حقه وعزه وحريته وكرامته. وإذا كان من تصور لأحد بأن استمرار أزمة الوطن ينفعه أو لا يضره اليوم ولا غدا وأن ضررها إنما هو على غيره وأن من مصلحته هو أن يعرقل أي محاولة لإصلاح فهو غارق في الوهم جدا. وكذلك من يتصور أنه يمكن له أن ينهي الأزمة وقد بلغت هذا الحد بمعالجة سطحية مازحة وشبه إصلاح كاذب. الواقع الذي لا شك فيه أن الكل متضرر من استمرار الأزمة وكل مصيبه منها أثر، ومن لم ير هذا اليوم لا بد أن يراه مع استمرارها وتفاقمها، وأن السلطة مثل غيرها تعاني وتخسر وتفقد من مصلحتها الكثير كلما طال أمد الأزمة. وادعتك يا فاضل قلوب أبناء الشعب مفجوعة بك، كما ودعت مفجوعة قبلك الكثير من شباب هذا الوطن وشيبه ورجاله ونسائه. في مغادرتكم لهذه الحياة على طريق العزة والكرامة والمطالبة بالحق والعدل، ولتكونوا مشاعل على طريق الحرية والانعتاق والاستمساك بالدين. وداعا يا فاضل إلى رحمة من الله الكريم وجنة ورضوان بمنه العظيم. وداعا يا شهداء هذه الأرض الطيبة جميعا، والشعب لا ينساكم ولا ينسى أن يواصل الجهاد في سبيل دينه الذي لا عز ولا كرامة، وأكد ولا ينسى أن يواصل الجهاد في سبيل دينه الذي لا عز ولا كرامة ولا شيء من نصر بحق بدونه، ولا غياب لشيء من خير إذا انتصر، ولا غياب لشيء من خير إذا انتصر وداعا أي من إذا انتصر ولكم الجنة، وداعا أيها المظلومون ولكم الجنة إن شاء الله، ولكم الجنة إن شاء الله والنار لمن ظلم. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم إن لم نكن أهلا للنصر فلا تجازنا بما نحن عليه من تقصير، ولا تحرمنا نصرك يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، واشف جرحانا ومرضانا، وفك أسرانا وسجناءنا، وأرجع غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة.